اهلا وسهلا الغزالات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. اليوم جيتكم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم قررت باش ندير لي بات هكذا مع لي كروفيت، وهي نقدروا نبدلوا اللي ما عندوش لي كروفيت يقدر يبدلوا بصدر ديال الدجاج، يقدر يبدل بشامبينيون، يقدر يبدل باي حاجه كيبغي. هي هاد لي بات كتكون زوينه وبنينه، واحد الطريقه اللي هي سهله. هنا عندي 500 غرام ديال الكروفيت، عندي الكروفيت كونجلي، معلقه ديال الزبده، عندي 500 غرام ديال لي بات. تقدروا ديروا اي بات كاين عندكم. هنا شوني درت واحد المغمط فيه هكذا الماء كيطبخ باش نسلق فيه لي بات. اي بات كاين عندكم تقدروا ديروها. هنايا ندير شويه ديال الزيت، تقريبا واحد جوج معالق، شويه ديال الملحه، صافي. هنا غندير لي بات، ندير لي بات ديالي تسلق. صدقوني هاد لي بات كتجي زوينه وكتجي بنينه ولذيذه. هنا درت ديك المعلقه ديال الزبده اللي غادي نطي ندير ندي فيها شويه، ونجيب ديك الثومه اللي جا هنا راه شعلت عليها. هنا انا راني تعمدت بالعاني باش طيب لي ديك الزبده باش تعطيني بحال لو كوت النوازات. هنا عندي جوج ريوس ديال الثومه اللي ما حكيتهمش، غير شلطتهم. هنا عندي شويه تاع الملحه، عندي واحد كنور ديال الخضره، هذه اللي ما كياكلهاش ما يديرهاش، ماشي ديال اللحم غير ديال الخضره. هاد الكيب هذا سي اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يقدر ما يديروش، يقدر يعوض باي حاجه كيبغي. هاتو التومة ومع ديك الزبدة طالعة واحد الريحة زوينة. هنا غنرمي الكروفيت ديالي. نتوما تقدروا ديروا اي فخوي دماغ كاين عندكم، اي حاجة اللي كتبغيو تقدروا ديروها هنايا. غير هي الحاجة اللي بحال دابا لي كالامار والحوايج اللي كيبغيو يشدوا الوقت شوية، نقدروا نطيبوهم مع لا تسع. انا ما عنديش الكروفيت طري، عندي الكروفيت كونجلي، حتى هو كيجي زوين. هنا غندير واحد معلقه كبيره ديال الزعتر. هاد الزعتر، هذاك الزعتر البري، هذاك الرقيق اللي تيكون رقيق اللي تيكون زوين بنين، تيكون مجهد على الاخر. هنا غندير شويه ديال البزار. وانا عندي واحد الخلطه تاع الكاري، كتعرفوا داك الكاري تاع الهنود، حتى هو كيجي روعه، راه كيجي روعه. اللي ما عندوش ما يديروش. صافي، هنا غندير لاكريم ديالي. على فكره اللي ما كيبغيش لاكريم يقدر يعوض هكذا بشويه تاع لاصوص طوماط، واحد جوج معالق تاع لاصوص طوماط، يخلطو مع واحد الكاس ديال الماء، يدير بهم لاصوص هكا ورديه. صافي، هنا كنبدا غنبدا نحرك حتى تبدا تعقد ليا شويه، ندوز نحرك لي بات. هنا صافي، ملي لاكريم غير شويه غتبدا تعقد لي غير شويه، غادي نرمي عليها شويه ديال لي فرماج.
انا درت شويه الفرماج، فضلت الفرماج هذاك الاحمر ماشي الموتزاريلا، حيت الموتزاريلا ما كتكونش بنينه، الفرماج الاحمر تيكون زوين، كيكون بنين، كيعطينا واحد التعليكه. صافي وكنبقى نحرك هكذا، ها هي لا كريم ديالي وجدات. ها هي لي بات ديالي بدات كيدخلها طيب. تقريبا لي بات ما كنخليوهاش تطيب حتى كتعجن، خاصها طيب. الا كانت مكتوبه في البكيه خاص كيتكتب تسلقها 6 دقائق، ولا زيدها 1 دقيقه ولا جوج، كافي. انا صفيتها وغادي نخلطها في الكاسرون هكذا. صراحه ما غاديش نخلطها كامله حيت كاين اللي كيبغي لاصوص بيضه، كاين اللي ما كيبغيش بيضه، غندير غير النص ديالها. صافي هنا غنخلطها مع لاصوص. واحد الريحه طالعه يا سلام من هذيك لاصوص مع الزعتر ولا كريم والزبده، تلاقاو دوك الثومه. كتجي روعه هاد لي بات، كتجي زوينه صدقوني. انا الصراحه ما كنسربيهاش بالزربه، غادي غير ناخذ منها شويه باش نديه معايا للخدمه، وغادي كنغطيها وكنخليها هنايا، كتخليها تقريبا ترتاح واحد 10 دقائق. كتجي يا سلام. هنا تقدروا تزيدوا تنكهوها باش ما عجبكم، تزيدوا شويه تاع القزبور من الفوق طري، ولا شويه ديال الزعتر، ولا هي كافيه معطره زوينه بنينه ما نقولش لكم. يلا البنات نقرب نوصلوا للشكل النهائي ديال الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا باللايك والبارطاج البنات، والبنات اللي بحال دخلوا مرحبا بكم مستلف مرحبا. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش دعمونا باللايك والبارطاج البنات وابوني، وهذا فضلا وليس امرا البنات. وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينين ديالكم اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. واخا ما كنجاوبش كلشي تعاليق، ولكن قسمت لكم يومين تنقراهم كاملين، وللضرورة احكام، وكنموت عليكم كاملين وكنشكركم، وبلا بكم ما نقدرش نكون. هانتوما الشكل النهائي ديالك، كتجي كتحمق، كتجي غزاله البنات. نزوقوا شويه ديال الربيع، كتجي غزاله، كتجي غزاله، كتجي منكهه، كتجي زوينه. يلا نهاركم مبروك.